ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع الخامس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها في مادة التربية الوطنية. كما يظهر أمامكم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هنا مقولة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الشرعة الدولية للخليفة عمر بن الخطاب والتي تبعها الكثير من الخطابات والشرعيات الدولية، ولكن بدأ فيها بها الخليفة عمر بن الخطاب. هي توافق الممارسات الدولية على مجموعة المبادئ والقواعد التي تؤمن حقوق وحريات الأفراد، وهي حقوق وثيقة الصلة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها، وتلتزم الدولة حمايتها من الأعداء والانتهاكات. نريد أن نتأمل هاتين البطاقتين. تقول البطاقة الأولى: حقوق الإنسان متصلة في جميع البشر بصرف النظر عن جنسهم، لونهم، دينهم، تضمن للناس حقوقهم وحرياتهم بتساو وعدالة ومن دون تمييز. أيضا البطاقة الثانية تقول: تعزز حقوق الإنسان الديمقراطية وحكم القانون، وتضمن حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق، وتسهم في بناء مجتمعات مستقرة وآمنة. هنا عزيزي الطالب، ننتقل بعد هاتين البطاقتين إلى مصادر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. صدرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 48 و900 للميلاد. ولكي نعرف مصادرها، هذا الشكل يبين لنا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 66 و900 للميلاد، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 و900 للميلاد، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 66 و900 للميلاد. هنا هذا إجابة. أعدد مصادر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ونعطي أيضا أمثلة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية. بعدها سننتقل إلى بطاقتين. يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة قانونية صاغها ممثلون من جميع أنحاء العالم لحماية حقوق الإنسان الأساسية عالمياً، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس عام 1948 للميلاد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة. هنا عزيزي الطالب، تضمن العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الصادران عام 66 و900 للميلاد مجموعة من أهمها: الحق في الحياة والأمن، الحق في العمل وحرية التنقل والعبادة، الحق في حماية الأسرة، المساواة وعدم التمييز، الحق في التعليم والصحة، حرية الرأي والفكر، حق الملكية، وحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في العيش الكريم. ننتقل بعدها إلى البطاقات التي تظهر أمامكم. تعد الحقوق من دعائم الأمن والسلم الاجتماعي، وعليها يتوقف تكامل العلاقات الإنسانية المتعددة، وهي عنوان رقي المجتمعات، ويعد اختلال منظومة الحقوق سبباً لانهيارها. القانون الدولي لحقوق الإنسان هو الذي يحمي حقوق الإنسان في الأوقات كافة، في الحرب، في السلم، على حد سواء. وتجيز بعض معاهدات حقوق الإنسان للحكومات أن تعطل بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة والضرورة القصوى. ويحمي القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال المسلحة، وتلتزم الدول المصادقة عليها موائمة قانونها الوطني
ليتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، فهو يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو يتوقفون عن المشاركة فيها، يقيد وسائل الحرب وأساليبها، يطبق في أوضاع النزاع المسلح، لا يسمح بأي نقض للقانون في حالات الطوارئ، يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية مثل شرع التشريعات الجزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.